أكد سعادة السيد جميل بن محمد آل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية اهتمام مملكة البحرين بتحويل المواطن من دائرة الحماية والاحتياج إلى دائرة الإنتاج، وتقديم 15 برنامج دعم غير مباشر ورفع إجمالي مبالغ الدعم المالي السنوي بنسبة 7%، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز فئات الشباب على الانخراط في مجالات ريادة الأعمال.